أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. لا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله. يخبر لا بلسان ولا هوات ويسمع لا بخروق وأدوات. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 28. أين الثرى وأين الثرياء؟ ابن تيمية والفخر الرازي. وكان الكلام في خطوتين. الخطوة الأولى أساس التقديس للفخر الرازي، وذكرنا باختصار مضمون كتاب العالم الشيخ الإمام الرازي وإشارات إلى منهج البحث العلمي فيه. انتهى الكلام في الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أعطينا هذا العنوان: خبر ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة. لأننا سيكون لنا كلام مع خبر ابن عباس، لأن ابن تيمية أبرز بعض الكلام وأطال في الكلام بخصوص ما ورد عن ابن عباس من خبر أو من أخبار ترجع إلى ابن عباس وتنسب إلى ابن عباس. إذن الخطوة الثانية: خبر ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة. قلت سابقا، دخلنا في هذا أو في هذه الخطوة، قلت لا زال الكلام في مورد البحث مع أساطير تيمية في خبر ابن عباس في رؤيا العين، ولنعرف هنا أصل المطلب الذي ناقشه ورد عليه ابن تيمية، وسنعرف شبكة ومتاهات حشو الكلام الذي حشى به ابن تيمية كتابه كما هي عادته في كل ما يكتب أو ينسب إليه. فهو في مقام الرد على الجهمية من خلال الرد على الرازي، وهنا أمران. الأمر الأول: قال ابن تيمية فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم. إذن فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم. وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه. من القائل؟ ابن تيمية يقول: فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه أحدها والثاني والثالث والوجه الرابع والوجه الخامس في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع. أقول: وحسب مراجعتي واطلاعي الإجمالي على أكثر ما في بيان تلبيس الجهمية، فإني لم أجد أوضح من هذه العبارة التي يظهر فيها أن ابن تيمية قد عبر فيها عن رأيه واختياره بشيء من الوضوح والبيان في مسألة من المسائل أو مورد من الموارد. لم أجد إلا هذا المورد، وسنعود إلى هذا المورد مرة أخرى في أسطورة مستقلة. ربما يوجد في مكان في مقام آخر في نفس الكتاب بيان تلبيس الجهمية، الله العالم، لكن حسب ما استقرأت وراجعت فإني لم أجد أوضح من هذه العبارة التي يظهر منها أنه قد عبر عن رأيه. ومع هذا سنرى ماذا يقول التيمية وماذا يقول الجهال أتباع تيمية. الأمر الثاني: قال الفخر الرازي في أساس التقديس. يعني أنت بعد هذا ستعرف ماذا سيقول التيمية هنا، ما هو بيان التيمية هنا، ما هي ردود فعل التيمية على هذه العبارة التي نقول هي الوحيدة التي فيها ما يظهر أنها تعبر عن رأيه وعن مبناه. لاحظ، كتاب طويل عريض بصفحات كثيرة، الله العالم، ربما تصل إلى آلاف الصفحات حسب ما هم يقيدون ويضعون من أرقام، حسب ما يشتهون وحسب ما يريدون من تدليس والتغرير بالآخرين. فأوضح ما قال هذا هو هذه العبارة في هذا المقام: وعندما تضيق عليهم دائرة العلم والبيان والحجة حتى هذه العبارة سنرى بأنهم سينكرونها أشد إنكار. فأنت قارن بين هذا الطرح، هذه الضحالة العلمية،
هذا الفكر الفارغ لابن تيمية مع ما ذكرناه من الإجمال في كتاب أساس التقديس للفخر الرازي. الأمر الثاني، قال الفخر الرازي في أساس التقديس ورتبته على أربعة أقسام، مر علينا هذا الكلام. القسم الأول في الدلالة الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات، وقال هذا كان فيه فصول، الفصل الأول إلى الفصل الثاني والثلاثين، أي الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الثاني والثلاثون. في الفصل الأول قال في إثبات الصورة، يهمنا أن ندخل لاحظ أين في القسم الثاني من كتاب أساس التقديس، في الفصل الأول من القسم الثاني وهو تحت عنوان في إثبات الصورة، ماذا قال الرازي هنا؟ يرجى الالتفات، اعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن ولكنها واردة في الأخبار. إذن عنوان الصورة لم ترد في القرآن لكنها أين وردت؟ وردت في الأخبار. فعندما يحاججك التيمية في قضية المستحبات والمباحات والواجبات وتعظيم الشعائر ويتحدث لك بالقرآن ويريد منك الدليل من القرآن، فقل له أنت أول مبتدع، لا يوجد عنوان صورة في القرآن، عنوان الصورة الصورة لله لا يوجد في القرآن، وأنت أتيت وناقشت وأثبت وقتلت على عنوان الصورة وهي لا توجد في القرآن. نعم توجد في التوراة وفي الإنجيل، توجد في الأساطير الهندية والهندوسية والبوذية والصابئية والحرانية، يوجد الصورة لكن الصورة لا يوجد في القرآن. ابحث عن أصل ما عندك. وبعد هذا كفر الشيعة والمعتزلة والأشاعرة والصوفية وغير هؤلاء من المسلمين وأهل القبلة ومن غير المسلمين. انظر إلى أصل الأفكار والمعتقدات التي تعتقد بها. لا نحكي شيئا إلا بالدليل، هذا من الدليل. التفت جيدا أنه لا يوجد عنوان الصورة، صورة الله لا توجد في القرآن. من أين ابتدعت هذا يا ابن تيمية؟ إذن مجرد هذا في مقام الاحتجاج عليهم، في مقام الاحتجاج على الجهال الذين يحتجون علينا وعليكم، ليس أكثر من هذا. لكن نحن نتمسك بالقرآن ونتمسك بالسنة. إذن الخبر الأول يقول الرازي ما روية، إذن يقول أعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن لكنها واردة في الأخبار. يتحدث خبر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. يقول في الخبر الأول نقتبس من هذا الفصل، لا ننسى الفصل في إثبات الصورة في القسم الثاني من كتاب أساس التقديس للرازي. الخبر الأول يقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن الله تعالى خلق آدم على صورته. التفت جيدا، فقط أريد أن تركز على هذا. ما هو عنوان القسم الثاني؟ هو عنوان القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. الآن أسأل، ما هو عنوان القسم الثاني؟ ما هو عمل الرازي في القسم الثاني من كتابه أساس التقديس؟ تقول هو في القسم الثاني في مقام تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. يعني عمل بعد أن انتهى القسم الأول والمقدمات في القسم الأول وأشرنا إلى بعض المقتبسات من هناك، دخل في القسم الثاني قال إذن يوجد متشابهات في الأخبار وفي الآيات، ما هو تأويلها أيها الرازي؟ أنت وصلت إلى نتيجة أنه يجب التقديس والتنزيه، لا يجوز القول بالجسمية والتشبيه والتمثيل. إذن الآن تعال يا أيها الرازي، تعال إلى هنا واذكر لنا وبين لنا إذن ماذا يقصد بهذه الألفاظ التي وردت في الأخبار والآيات، الألفاظ المتشابهة، المعاني المتشابهة، ما هو تأويلها؟ يقول هذه تحتاج إلى تأويل، سأطرح لكم أطروحات ومحتملات التأويل. هذا هو الكلام هنا. إذن الكلام في القسم الثاني هو عمله في القسم الثاني هو في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. إذن هنا أيضا يأتي سؤال، نقول هل الرازي هنا في مقام إثبات أن هذا متشابه أو محكم، أو في إثبات في مقام إثبات وجوب اللجوء إلى التأويل، أو هو هنا في مقام فقط تأويل المتشابهات بعد أن انتهى من الكلام السابق بأنه يجب التأويل في حالة التشابه، يجب التأويل في حالة عدم التنزيه وعدم التقديس، يجب التأويل. وهنا يأتي إلى الموارد التي وردت فيها المتشابهات في الأخبار والآيات
ويقول كيف نأول هذا إذا كانت لا تحمل على المعنى الحقيقي؟ فما هو التأويل لها؟ ما هو محتمل التأويل؟ يأتي إلى عنوان عنوان يحاول أن يستوعب كل العناوين التي أتى بها المجسمة والمشبهة لكي يؤول هذه المعاني. إذن هو هنا ليس في مقام بيان واستدلال وبرهان على أنه هل نلتجئ نتمسك بالمعنى الحقيقي أو نتمسك بالتأويل. هل هو في مقام بيان إثبات صحة رواية وعدم صحة رواية؟ هل في مقام إثبات هذه الرواية رويت عن السيدة عائشة وعن ابن عباس وعن غيرهما؟ ليس عمله هنا، هو هنا في مقام التأويل للكلمات للألفاظ للمعاني التي وردت في القرآن والسنة، سواء كانت صحيحة وتامة وواردة وثابتة الورود والصدور عند الجميع أو عند البعض، فهو يحاول أن يستوعب كل ما ورد في القرآن والسنة. إذن يقول الخبر الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن الله تعالى خلق آدم على صورته، وروى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال لا يقولن أحدكم لعبده قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا هو مورد الكلام. إذن أيضا عنوان الصورة أتى هنا. طبعا ابن خزيمة سيأتي الكلام عنه إذا بقيت الحياة ووفقنا لأن نتحدث عنه، هذا من أئمة التوحيد الأسطوري وله كتاب قلنا في التوحيد عادة ما يعتمد عليه الرازي، وهو ناظر إلى ما ذكره ابن خزيمة. طبعا نتحدث عن ابن خزيمة الآن فقط في مقام البحث وهو كتاب التوحيد، أما في غير هذا فابن خزيمة له خصوصية وله مكانة وله منزلة وله نزاهة وعنده إيمان، لكن قلنا لا يوجد عصمة ويوجد أخطاء وهفوات هنا وهناك. سيأتي الكلام عن ابن خزيمة إذا وفقنا لهذا، وكيف سنطرح لكم ما يقال عن أنه تاب وتراجع عما قال، تراجع عن منهجه عن مذهبه عن فكره عن معتقده، هل فيما كتبه من كتاب التوحيد أو في غير هذا الأمر والموضوع، لا نعلم الله العالم. وسنرى بأن الرازي عادة ما يناقش أو ما يأتي بالروايات التي ذكرها ابن خزيمة، عادة ما يأتي بالروايات التي ذكرها ابن خزيمة ليس دائما، لكن هو ينظر إلى ابن خزيمة وهو كان معاصرا له في تلك الفترة. يقول الرازي إذن أتى بهذا، لاحظ أتى بشاهد خبر أول والآن يأتي بالتأويل. يقول اعلم أن الهاء في قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام على صورته، لاحظ ماذا قال؟ أن الله تعالى خلق آدم على صورته. يقول هذه الهاء في قوله على صورته يحتمل، التفت جيدا، يقول يحتمل، لا يوجد إلزام، هو في مقام التأويل والتأويل مفتوح، كل أبواب التأويل الآن قلنا لا يدل على الحقيقة يدل على المجاز، لا يدل على المعنى الحقيقي والظاهر يدل على المعنى المؤول. الآن هل يوجد عناوين كثيرة للتأويل؟ هل يوجد معاني كثيرة للتأويل؟ نعم يوجد معاني كثيرة للتأويل. أنا أحتمل هذا المعنى وأعتبر هذا المعنى هو الأقرب، وأنت تعتبر المعنى الآخر هو الأقرب، والآخر يعتبر المعنى المؤول الثالث هو الأقرب. أنا أقول لهذا السبب لهذه القرينة، وأنت تقول لهذاك السبب ولتلك القرينة، والثالث عنده أيضا قرينة وسبب. لكن ما هو الشرط هنا؟ ما هو المسموح هنا؟ المسموح هنا أنك لا ترجع إلى هتك التقديس والتنزيه، هذا هو المحك. المحك أنك تنتقل من التجسيم والتشبيه إلى عنوان التنزيه والتقديس. الجهمية هم المنزهون والمقدسون للذات الإلهية والصفات الإلهية، والتيمية هم أهل التشبيه والتجسيم وأهل الهتك بالتقديس والتنزيه الإلهي. إذن ما هو العمل؟ التفت جيدا، ماذا يريد الرازي منك؟ ماذا يريد أهل التقديس منك وأهل التنزيه؟ ماذا يريدون منك؟ يريدون أن تكون منزها مقدسا لله سبحانه وتعالى،
لذات الله ولصفات الله. ما هو عملك إذا أتى المتشابه في الآيات أو في الروايات؟ عليك أن لا تقبل بهذا بما هو، لا تقبل هذا على حقيقته وعلى ما هو ظاهر من المعنى، وإنما يجب أن تقبل بالتأويل. الآن ما هو التأويل؟ يوجد للمعنى الحقيقي يوجد عدة معاني تشبه هذا المعنى، تشترك مع هذا المعنى بجهة ما، بحيثية ما، فأنت تؤول هذا المعنى وذاك يؤول إلى المعنى الثاني والثالث إلى الثالث وهكذا. كل منا له الحجة والدليل على هذا التأويل والترجيح لهذا التأويل على باقي التأويلات. لذلك يطرح عنوان التأويل على نحو الاحتمال، لا يجزم بهذا. المهم يقول أنا يعني لنقل أنقذ نفسي من القدح بالتقديس والتنزيه، فأنتقل إلى أهل التقديس وأكون من أهل التقديس والتنزيه، فعلي أن أنتقل إلى التأويل. لذلك يقول يحتمل أن يكون عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام، عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام غير الله تعالى، ويحتمل أن يكون عائدا إلى آدم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الله تعالى. فهذه طرق ثلاثة. التفت جيدا كيف يبحث هذا. يقول فإن الله خلق آدم على صورته، فيحتمل فيه أن يراد أن الله خلق آدم على صورة الله، أو أن الله خلق آدم على صورة آدم، أو أن الله خلق آدم على صورة معنى آخر، شخص، ملك، إنسان، حيوان، جماد، أي شيء من المخلوقات. الهاء ترجع إلى هذا المخلوق الآخر غير آدم. إذن لاحظ أعطى محتملات التأويل، فيقول إذن التأويل هنا يقول بأن الهاء يحتمل فيها أن ترجع إلى آدم، ويحتمل فيها أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتمل بهذه أن لا ترجع لا إلى الله ولا إلى آدم، ترجع إلى معنى ثالث. الآن يأتي يدخل يقول إذا قلنا بأنها ترجع، لاحظ استوعب كل المحتملات، إلى أنها ترجع إلى الله فيقصد بها كذا وكذا وكذا. لاحظ هذا يقصد بها كذا وكذا، يعطي المعاني التي تخرجه من الهتك بالتنزيه والتقديس، يعطي المعاني التي تجعله من أهل التنزيه والتقديس. بعد هذا يقول إذا رجعت إلى آدم فيقصد بها كذا وكذا وكذا من تأويلات، وإذا رجعت إلى غير الله وغير آدم فيقصد بها كذا وكذا وكذا. لاحظ هذا الخبر الأول. الخبر الثاني ما رواه ابن خزيمة في كتابه، لاحظ أين رجع إلى ابن خزيمة، ما رواه ابن خزيمة في كتابه الذي سماه بالتوحيد بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يقول واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية، ويقول إن صحت هذه الرواية، لاحظ ينقل هذه العبارة عن ابن خزيمة، أتى بالرواية الثانية الخبر الثاني قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يقول الرازي يقول واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية ويقول إن صحت هذه الرواية. لاحظ هذا هو منهج العلماء، أنت تريد أن تدفع شبهة، فأحد المحتملات التي تؤسس الشبهة وتؤسس للشبهة حتى لو كان هذا المحتمل ضعيفا، عليك أن تعالج هذا المحتمل وتدفع هذا المحتمل الذي يؤسس إلى الشبهة. لاحظ فابن خزيمة لأنه عالم مهما قيل ومهما يقال فهو عالم، لذلك طرح هذا وقال إن صحت هذه الرواية، والرازي أيضا أتى بهذا وأيضا أشار قال إن صحت هذه الرواية. يقول هذا الخبر يقول فلها تأويلان، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن يقول له تأويلان، ويعطي التأويل الأول والتأويل الثاني، بحيث أنه يقول بأنه صورة الرحمن لا يقصد بها المعنى، يعني يريد أن يبين بعد هذا لنقل بين سابقا بأنه هل يصح أن نقبل هذا الخبر على ما هو عليه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ونقول يوجد صورة للرحمن وخلق آدم على صورته، فنرجع إلى ألبوم الصور وما ذكرنا سابقا. يقول لا، تقدس الله وتنزه الله عما يقول المجسم المشبهة التيمية. ما هو الحال؟ قال للتأويل أتى هنا قال سنؤول،
فيقول سورة الرحمن فيها تأويلان، التأويل الأول والتأويل الثاني، وانتهى الأمر. لا ندخل في تفصيل هذا. الخبر الثالث يقول ما روى صاحب شرح السنة رحمه الله في كتابه في باب آخر من يخرج من النار، صاحب شرح السنة في كتابه في باب آخر من يخرج من النار، عن أبي هريرة في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإن بيننا وبينه علامة، فإن أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. طبعا هذه الرواية عندنا كلام فيها سجلناه سابقا في أسطورة مستقلة، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن نوفق للحديث عن هذه الرواية وفي هذه الرواية ومع هذه الرواية في الأسطورة المسجلة. أقول وأعلم، يقول للرازي، يقول وأعلم أن الكلام على هذا الحديث من وجهين، الأول والثاني. إذن كلامين في الخبر الثالث، ما روي أو ما روى صاحب شرح السنة في كتابه. يقول لاحظ يريد أن يؤول، إذن يعطي مبررات التأويل الذي سيختاره، محتمل التأويل، لماذا يقول اختار هذا التأويل، لماذا يحتمل هذا التأويل، يقول لي كذا وكذا، لماذا يحتمل التأويل الثاني، يقول لي كذا وكذا، وإذا عنده ترجح يقول هذا أرجح من هذا أو ذاك أرجح من هذا. لكن أين البحث؟ البحث في التأويل. يقول الأول، إذن يقول إن الكلام على هذا الحديث من وجهين، الأول أن تكون في بمعنى الباء، يعني ماذا ورد في الرواية، يقول فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، يقول هذه الفي في غير الصورة، هذه في بمعنى الباء، فيقول التقدير فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدنيا، وذلك لاحظ فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدنيا، وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة، ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي يقول بظلل من الغمام. التفت جيدا فقط أنا للتوضيح يعني مني هذا الكلام. لاحظ فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدنيا، لاحظ، وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة بصورة غير الصورة التي كان هذا الملك يأتيهم فيها أو بها في الدنيا، واضح؟ يعني كان يأتيهم، هم كانوا يرون ملكا في الدنيا بصورة معينة، ففي الآخرة كان هذا الملك مرسل من الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة يأتي هذا الملك يقول أنا مرسل من الله، أنا الذي أتيتكم في الدنيا، يقولون لا أنت لا تشبه من أتانا في الدنيا، أو يقول أنا مرسل من الله، يقولون لا أنت غير الملك الذي كان يرسله الله لنا في الدنيا. هذا تأويل. إذن لا نريد أن ندخل بتفصيل مراد الرازي. إذن يقول أن الكلام على هذا الحديث من وجهين، أن تكون فيه بمعنى الباء، والتقدير فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي عرفوه بها في الدنيا، وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة، ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي بظلل، لاحظ في ظلل أي بظلل من الغمام. يقول الرازي ثم إن تلك الصورة تقول كما في الرواية، يقول فيقول أنا ربكم، يقول إن تلك الصورة تقول أنا ربكم، وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في دار الآخرة، وتكون الفائدة فيه تثبيت المؤمنين على القول الصالح، آخر اختبار، آخر محنة تقع للمكلفين في دار الآخرة، وتكون الفائدة فيه تثبيت المؤمنين على القول الصالح، وإنما يقال الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء. يقول إن قلت بأن الدنيا دار محنة والآخرة دار جزاء، فكيف تقول هنا يوجد محنة في الآخرة؟ يقول هنا يجيب على هذا الإشكال، يقول وإنما يقال الدنيا دار محنة والآخرة دار جزاء على الأعم الأغلب ليس دائما،
وإن كان يقع في كل يقول الدنيا دار محنة والآخرة دار جزاء على الأعم الأغلب، وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما يقع في الأخرى نادرا. ويقول أما قوله عليه السلام وعليه وعلى آله الصلاة والسلام إذا جاء ربنا عرفناه، فيحمل على أن يكون المراد فإذا جاء إحسان ربنا عرفناه، وقوله فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها، يقول فمعناه يأتيهم بالصورة التي يعرفون أنها من أمارات الإحسان. وأما قوله عليه السلام فيقولون بيننا وبينه علامة، فيحتمل أن تكون تلك العلامة كونه تعالى في حقيقته مخالفا للجواهر والأعراض، فإذا رأوا تلك الحقيقة عرفوا أنه هو الله. إذا عرفوا هذه الحقيقة بأنه مخالف للجواهر والأعراض فلا يمكن أن يرى، فقد عرف الله. هذا هو الأمر وهذا هو المبنى، التفت جيدا. فيحتمل أن تكون تلك العلامة كونه تعالى في حقيقته مخالفا للجواهر والأعراض، فإذا رأوا تلك الحقيقة إذا علموا وتيقنوا هذه الحقيقة عرفوا أنه هو الله. التأويل الثاني، هذا قلنا وأن الكلام على هذا حديث من وجهين، قال الأول وبعد هذا الثاني، أن يكون المراد من الصورة الصفة، والمعنى أن يظهر لهم بطش، يظهر لهم بطش الله وشدة بأسه ما لم يألفوه ولم يعتادوه من معاملة الله تعالى معهم، ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على الوجه الذي اعتادوه وألفوه. الخبر الرابع، إذن انتهى الخبر الأول والثاني والثالث، أول المعاني والألفاظ إلى المعاني المؤولة في الخبر الأول والثاني والثالث، يدخل في الخبر الرابع. يقول ما روي عنه عليه السلام وعليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. يقول واعلم أن قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في أحسن صورة أليف وباء. أليف يحتمل أن يكون من صفات الرائي، كما يقال دخلت على الأمير على أحسن هيئة، أي وأنا كنت على أحسن هيئة، أي دخلت على الأمير وأنا كنت بأحسن هيئة وعلى أحسن هيئة وأرتدي أحسن الملابس وأتزين بأحسن زينة. هذه صفات الرائي. إذن يقول أليف يحتمل أن يكون من صفات الرائي كما يقال دخلت على الأمير على أحسن هيئة، أي وأنا كنت على أحسن هيئة. باء، ويحتمل أن يكون ذلك من صفات المرئي، من صفات في المثال من صفات الأمير، وكان الأمير على أحسن هيئة. إذن يحتمل أن يكون من صفات الرائي الذي رأى الأمير، ويحتمل أن تكون من صفات الأمير، دخلت على الأمير وأنا في أحسن هيئة، أو دخلت على الأمير وهو في أحسن هيئة، دخلت على الأمير وأنا في أحسن صورة، ودخلت على الأمير وهو في أحسن صورة. هذا هو مقصود الرازي. يقول أليف وباء، فإن كان ذلك من صفات الرائي، تذكر المثال دخلت على الأمير وأنا في أحسن صورة في أحسن هيئة، فإن كان ذلك من صفات الرائي كان قوله على أحسن صورة عائدا إلى الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وفيه وجهان، الأول أن يكون المراد من الصورة نفس الصورة، فيكون المعنى أن الله تعالى زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه، وذلك يكون سببا لمزيد الإكرام في حق الرسول عليه السلام. طبعا الآن تذكرت، أنا قلت لكم راجعت إجمالا، لكن الآن تذكرت من صفاهات التيمية، من صفاهات شيخ التيمية عندما يناقش الرازي في هذه المسألة. لاحظ ماذا قال الرازي، قال أن يكون المراد من الصورة نفس الصورة، فيكون المعنى أن الله زين خلقه وجمل صورته، صورة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى ربه، وذلك يكون سببا لمزيد الإكرام في حق الرسول عليه السلام. لاحظ بالرغم من أن هذا المعنى هو في التأويل، فلا يصح أن نناقش المعنى المؤول له، أي جهة اشتراك يصح التأويل، إذا انعدمت جهات الاشتراك في المعنى يكون التأويل على نحو الغلط، إلا مع وجود قرينة تصرف إلى معنى آخر لا يشترك مع المعنى الأصلي والمعنى الحقيقي والمعنى الظاهري. فبالرغم من أن الكلام في التأويل وباب التأويل مفتوح، ماذا يناقش شيخ التيمية العبقري، شيخ التجسيم، يريد أن يناطح الرازي،
أين الثرى وأين الثريا؟ ماذا يقول هنا؟ لاحظ من ضمن النقاش الفارغ وهو لا يصح أصل النقاش مع هذه التأويلات. فيقول التفت جيدا، يقول إذا كان زين خلقه بمعنى هذا، هذا ما أتذكر من قول من معنى قول التيمية، يقول إذا زين خلقه وجمل صورته عندما رأى، لاحظ قيد الرازي عندما رأى ربه، تفاهة التيمية ماذا يقول؟ يقول إذا كان هذا فلم يخبرنا أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرؤيا، بعد هذا الحديث، بعد هذه الليلة، بعد هذه المكاشفة، لم يخبرنا أحد بأن شكل النبي قد تغير، صورة النبي قد تغيرت، النبي صار أحلى، النبي صار أجمل. لاحظ إلى أي مستوى من الضحالة في الفكر. طبعا بكل سهولة باب التأويل مفتوح، حتى لو لم يأتي بقيد عندما رأى ربه نقول له جمله في وقت الرؤيا فقط، كما أنت ترتدي أحسن الملابس وتتزين بأحسن الزينة وتضع أفضل العطور وتقابل الأمير، عندما تخرج من الأمير بعد هذا تخلع الملابس والزينة ويذهب العطر وينتهي كل شيء. يا عقل يا فارغ، ومع هذا يكفر الناس ويكفر المسلمين. أريد أن يناطح الرازي، أيها الثرى وما تحت الثرى، إلى هذا المستوى من التفاهة ويقول عالم شيخ إسلام ويكفر الآخرين ويبيح دماء الآخرين ويسفه الآخرين. الثاني إذن هنا يقول هذا هو المحتمل الأول إذا كان من صفات الرائي، قال فيه وجهان، الأول والثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة، ويكون المعنى الإخبار عن حسن حاله عند الله وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الإنعام كما كان، أي الإخبار عن حسن حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الإنعام كما كان. وذلك لأن الرأي قد يكون بحيث يتلقاه المرئي بالإكرام والتعظيم، وقد يكون بخلافه. فعرفنا الرسول عليه السلام أن حالته كانت من القسم الأول، فعرفنا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله الصلاة والسلام أن حالته كانت من القسم الأول، أي أن الله سبحانه وتعالى قد تلقاه بالإكرام والتعظيم. هذا هو أيضا كتأويل محتمل. بعد هذا يقول باء، وأما إن كان عائدا إلى المرء في أحسن صورة، يقول إذا كان عائدا إلى المرء ففيه وجوه، الأول أن يكون عليه وعلى آله الصلاة والسلام رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة، وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة. طبعا لاحظ الآن كلام الرازي واضح بأنه يقبل بالرؤيا في المنام بصورة مخصوصة، يقول وذلك جائز لأن الرؤيا من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة، إذن يجي الصورة في المنام. الآن ما هو تفسير هذا وماذا يقصد هنا؟ هل هي تمثل صورة الله أو تجلي أو صفة من الصفات أو هيئة من الهيئات تدل على عظمة الله، على ذات الله، على صفات الله، كما تجلى الجبل ورآه موسى عليه السلام؟ هل يقصد هذا أو لا؟ هو يؤمن فعلا بإمكان وجواز المشاهدة والرؤية في المنام، هذا ليس مقام البحث. إذن هو أول هنا يقول أن يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة، وذلك جائز لأن الرؤية من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة. وإن كان المعنى كما نحن نقول به لا يمكن حتى في المنام، فهو أتى بعبارة تحمل أكثر من معنى وفيها تشابه ومتشابه، فتقبل التأويل وتقبل المعنى الآخر، فأراد أن يدفع عن نفسه من السلطان، من وعاظ السلاطين، من حمير العلم، من سواد الناس، من جهال الناس، لأن يوجد روايات كثيرة تتحدث عن الرؤيا في المنام فلا يستطيع أن ينكر هذا جملة وتفصيلا ويكذب هذا جملة وتفصيلا، فأتى بعنوان عام وبمعنى عام. لسنا في مقام الدخول في تفصيل هذا، لكن على أقل تقدير هذا يوافقه التيمية، يوافقه المجسمة، يوافقه المشبهة بأنه رأى في المنام.
يقول باء وما إن كان عادا إلى المرء ففيه وجوه. الأول يقول يكون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز. الثاني أن يكون المراد من الصورة الصفة، وذلك لأنه تعالى لما خصه أو خصه بمزيد من الإكرام والإنعام في الوقت الذي رآه صح أن يقال في العرف المعتاد أني رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة. الثالث لعله عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما رآه اطلع على نوع من صفات الجلال والعزة والعظمة ما كان مطلعا عليه قبل ذلك. انتهى من تأويل الخبر الرابع. الخبر الخامس، إذن الخبر الرابع كان في أحسن صورة. الخامس ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة فوضع يده بين كتفيه فوجدت بردها بين ثدييه فعلمت ما بين السماء والأرض. ثم قال يا محمد قلت لبيك وسعديك. قال تعالى فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت يا رب لا أدري. فقال في أداء الكفارات والمشي على أقدام الجماعات وإسباغ الوضوء على الكراهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول واعلم أن قوله رأيت ربي في أحسن صورة قد تقدم تأويله. أين تقدم؟ في الخبر الرابع. يقول واعلم أن قوله رأيت ربي في أحسن صورة قد تقدم تأويله. وأما قوله وضع يده بين كتفيه ففيه وجهان. الأول المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه، يقال لفلان يد في هذه الصنعة. إذن يقول هنا أما قوله وضع يده بين كتفيه ففيه وجهان. الأول المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه، كما يقال لفلان يد في هذه الصنعة أي هو كامل فيها. الثاني أن يكون المراد من اليد النعمة، يقال لفلان يد بيضاء ويقال أن أيادي فلان كثيرة. لاحظ التفت، هو ما يحتمله، ما يأتي بذين من المحتملات يأتي هذا. أنت عندك احتمالات أخرى، احتمال ثالث ورابع ووجه خامس وسادس وعاشر، لا يوجد أي مشكلة هنا. المهم أنت تخرج من القدح والهتك بالتنزيه والتقديس وانتهى الأمر. أما ما تحتمله بعد هذا يا مكثر المفسرين والتفسيرات والأقوال من هنا ومن هناك، حتى من الإسرائيليات فسروا القرآن والآيات القرآنية. فإذن ما تحتمله ما ترجحه من محتملات التأويل فلك هذا الأمر، ما دام يوجد مبرر لي أن تنتخب هذا المحتمل للتأويل، وما دام يوجد جهة تشابه ومبرر للتأويل وبعد هذا يكون عندك ترجيح للتأويل كقرينة مقامية أو مقالية للترجيح، لا يوجد أي مشكلة. فهو يأتي بمحتملات ليس على نحو الحصر، وإنما يعطي بعض المحتملات ويفتح باب التأويل. يقول وأما قوله بين كتفي، إذن وضع يده بين كتفي، قال فيه وجهان، المراد منه المبالغة في الاهتمام بحاله والاعتناء بشأنه، والثاني لكل المراد من يد النعمة. وينتقل بين كتفي ماذا يقصد بها؟ هناك برر وضع يده، يعني وضع يده فيه وجهان. وأما قوله بين كتفي فإن صح هذا الكلام، إن صح هذا المقطع من الرواية، فإن صح فالمراد منه، لاحظ على فرض الصحة، لا يهمه هو صدر أصلا أو لم ينزل، لكن يوجد الشبهة تترتب على هذا فأعطى التأويل. يقول وأما قوله بين كتفي فإن صح فالمراد منه أنه أوصل إلى قلبه من أنواع اللطف والرحمة. يقول وقد روي بين كنفيه، هذا تأويل آخر، يقول وقد روي بين كنفيه أي وضع يده بين كنفيه. يقول المراد منه مثل ما يقال أنا في كنف فلان وفي ظل إنعامه. التفت جيدا، لاحظ أعطى وجه أيضا للمعنى المؤول له وأعطاك مثال، قال هذا موجود في اللغة في العرف كما يقال كذا وكذا. لاحظ أعطى مبرر للتأويل. لماذا اختار هذا التأويل؟ هل استخدم هذا على نحو التأويل والمجاز وعلى نحو الاستعمال والاستخدام الصحيح في اللغة والعرف المطابق لقوانين اللغة والعرف، أو هو استعمله على نحو الغلط؟ يعطيك المبرر لهذا التأويل، يقول أنه أولت بهذا المعنى لوجود جهة اشتراك ويقصد به المعنى الفلاني، وكما يستخدم هذا المعنى وهذا التأويل في العرف وفي اللغة. التفت جيدا،
أيضا هنا فقط للإشارة، أنا أريد أن أحصر أوجه التغرير والخداع والتدليس. الآن هل يصح الآن هو في مقام الإتيان بمحتملات التأويل، ما يأتي في باله ما يأتي في باله من تأويلات ومن معاني محتملة يأتي بها، ما يعتقد بأنها الأقرب، المعاني الأقرب للمعنى الحقيقي والمعنى الظاهر، أنت تأتي بمعنى ثالث أو بمعنى رابع أو بمعنى خامس، هل يوجد مشكلة؟ هل تقول لا يراد هذا المعنى بل يراد المعنى الآخر المؤول؟ إذن هذا ليس برد، إذن أنت بقيت في معنى وفي طور وفي مجال التأويل، إذن أنت لازلت مع أهل التنزيه والتقديس، ليس عندنا مشكلة في هذا، وهذا لا يعتبر رد على هذا، بدليل أن الرازي نفسه يأتي بمحتملات كثيرة للتأويل، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه، إذن ليس عندنا مشكلة. أما عندما يأتي التيمية وشيخ التيمية كما يأتي هنا يقول في اللغة أو في العرف يقال كذا، يأتيك التيمية الجاهل يقول في العرف يقال كذا فيرد عليك لأنه في العرف يقال كذا، ومن قال لك لا يقال لك كذا؟ المعنى المؤول لها المعاني التي يؤول إليها، المعاني المجازية كثيرة جدا، لا يمكن حصل المعاني المجازية يا تيمية، لكنك جاهل في اللغة والعرف، فيأتي بمعنى آخر بتأويل آخر يقول إذن هذا التأويل تأويلك باطل، خرافة وأسطورة. يقول وقد روي بين كنفي، والمراد منه مثل ما يقال أنا في كنف فلان وفي ظل إنعامه، وأما قوله فوجدت بردها فيحتمل أن المعنى برد النعمة وروحها وراحتها من قولهم عيش بارد إذا كان رغدا، ويحتمل كمال المعارف، والذي يدل على أن المراد منه كمال المعارف قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في آخر الحديث فعلمت ما بين المشرق والمغرب، وما ذلك إلا لأن الله تعالى أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف، وفي بعض الروايات فوجدت برد أنامله، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. لماذا قال في بعض الروايات فوجدت برد أنامله؟ لأنه في الرواية فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، إذن وضع اليد، وهناك يقول يوجد رواية وضع الأنامل، تحدث عن اليد، فعندما يأتي الكلام عن الأنامل سيقول هناك سنؤول المعنى. يقول وفي بعض الروايات فوجدت برد أنامله، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. انتهى الفصل الأول، ويأتي بعده الفصل الثاني في لفظ الشخص. إذن هنا انتهى الكلام في الفصل الأول. ما هو الفصل الأول؟ من أي قسم هذا؟ من القسم الثاني، تأويلات في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. الفصل الأول في إثبات الصورة، والفصل الثاني في لفظ الشخص. إذن انتهى الكلام في الفصل الأول في إثبات الصورة، أتى بخمسة أخبار، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، التي فيها أتى لفظ الصورة وأول المعاني. هنا أقول أولا ابن تيمية ضاع وغرق في بحر علوم الفخر الرازي رضي الله عنه، هذه خطوة أولى. ثانيا خطوة ثانية، كما ذكرنا لكم سابقا مجمل ما تضمنه أساس التقديس للرازي فكان في أربعة أقسام، وكان القسم الأول من كتاب أساس التقديس في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز، وكان الكلام في هذا القسم في فصول، وكان الفصل الأول يتضمن ثلاث مقدمات ناقش فيها الدهرية والمجسمة والمشبهة من الحنابلة والكرامية، وأبطل حججهم ومبانيهم، وأثبت التقديس والتنزيه لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى الفصل الثاني من هذا القسم فذكر 19 حجة ودليلا سمعيا تثبت أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة. ثم انتقل إلى الفصل الثالث فأثبت بالعقل والأدلة العقلية أن الله تعالى ليس بمتحيز ومنزه عن التحيز والجهة والجسمية. وفي الفصل الرابع أقام الحجج العقلية على عدم صحة الإشارة إليه تعالى بالحس، لأنه ليس متحيزا ولا مختصا بجهة، ولم يتوقف إلى هنا بل دفع الشبه العقلية في اختصاصه بحيز وجهة، فكان هذا في الفصل
خامس من القسم الأول من أساس التقديس، وختم هذا القسم الفصل السادس في الرد على الكرامية والمجسمة. خطوة ثالثة أقول، وبعد أن أبطل مدعيات المشبهة والمجسمة وبدع التوحيد التيمي الأسطوري وأثبت التنزيه لله تعالى ووجوب التنزيه للباري سبحانه وتعالى ووجوب تأويل كل لفظ ونص قرآني أو نبوي أو غيره بما يحفظ التنزيه والقدسية للصفات والذات الإلهية المقدسة، فانتقل الرازي إلى القسم الثاني من كتاب أساس التقديس وبحث فيه تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات، وكان الكلام في فصول، والفصل الأول منه كان في إثبات الصورة، وذكر فيه خمسة أخبار، منها الخبر الرابع ما روي عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، والخبر الخامس ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين السماء والأرض. فذكر الرازي الأوجه المحتملة في تأويل ما ورد في هذين الخبرين وكما ذكرنا لكم سابقا. الخطوة الرابعة، هل سامعين بالعراق يخوط بصف الاستكان؟ فالشيخ ابن تيمية يخوط بصف الاستكان، خاطئ بجنب الاستكان، خاطئ بجنب قدح الشاي. فالرازي في مقام تأويل المتشابهات وفي فصل تأويل الصورة التي ورد ذكرها في الأخبار بعد أن أثبت أن لا يعقل ولا يجوز حمل المعنى على الحقيقة وعلى الظاهر إذا كان مخالفا للتنزيه والتقديس، ولا بد من تأويله إلى معنى أقرب مناسب، فما علاقة الرازي إذن بالخلاف والاختلاف بين ابن تيمية وأئمته المجسمين المشبهة الأسطوريين حتى يطرح خلافه مع القاضي ويناقشه ويناقش آخرين؟ وما علاقة الرازي بصحة رواية وعدم بصحة رواية وعدم صحتها وصحة هذا الطريق أو ذاك الطريق الروائي؟ هو حتى قال على فرض الصحة يناقش، فمهما كانت الرواية ومن أي جهة أو شخص صدرت فإنه في مقام تأويل معنى الصورة الواردة في الرواية، فيكون كلامه حجة على كل من ثبت عنده لفظ الصورة في رواية ثبتت صحتها عنده وانتهى الأمر. فهل تيقنتم أن الشيخ ابن تيمية لا يفقه شيئا وأنه عاش في مغالطة كبرى أفقدته الاتزان في التفكير؟ ونفس الكلام يجري في كل أو جل ما سجله في كتابه بيان تلبيس الجهمية. فما دام كلامه لا علاقة له بأصل البحث والموضوع فهو حشو، وله يترفع العلماء عن الرد عليه وإضاعة الوقت معه. ولهذا اقتصر العلماء في الرد عليه في موارد معينة أثبتوا فيها جهله وحشويته وبطلان ما ذكره في كتابه لعدم علاقته بموضوع البحث، وقالوا حشوي وانتهى الأمر. الخطوة الخامسة، فمثلا ما علاقة تأويل معنى الصورة إلى معنى نعيم الله وفضله وعطائه وفيضه ورحمته وإكرامه بكون الرواية من هذا الطريق أو من ذاك الطريق أو صحيحة بهذا الطريق أو ذاك الطريق أو أنها كانت في النوم أو في اليقظة أو في نوم اليقظة أو أنها كانت بالعين أو بالقلب والفؤاد أو أنها كانت في الإسراء أو في غير الإسراء أو أنها كانت في مكة أو في المدينة أو غيرها؟ ما علاقة هذا بالتأويل؟ أينما كانت، من أي جهة صدرت، من أي طريق جاءت، في أي مقام كانت، فهذا هو التأويل وانتهى الأمر. أقول فمتى ثبتت المخالفة للتنزيه، فمتى ثبتت المخالفة للتنزيه والتقديس فنضطر للتأويل، وهذا هو التأويل الممكن والمحتمل. احفظوا هذا المعنى دائما للرد على التيمية ولإفحام التيمية والإطمئنان إلى ما تعتقدون به أيها الجهمية أيها الشيعة والسنة الأشاعرة المعتزلة الشيعة الرافضة، احفظوا هذا المعنى، افهموا هذا المعنى. أنتم في مقام التنزيه والتقديس وهم في مقام التجسيم والتشبيه وعبادة الوثن الشاب الأمرد أو الحجر أو الحيوان أو الطير أو البقر، فمتى ما ثبتت المخالفة للتنزيه والتقديس فنضطر للتأويل، وهذا هو التأويل الممكن والمحتمل،
ونفس الكلام يجري في باقي المحتملات من التأويل، ومنها كون الصورة راجعة إلى شخص النبي، فيكون مثلا المعنى رأيت ربي بأحسن صورة هو رأيت ربي وأنا بأحسن صورة. الخطوة السادسة، فما علاقة هذا بحشو ابن تيمية ونقاشاته مع أمته المجسمة المشبهة، وما علاقة هذا وما علاقته مع كون الرؤيا في المنام أو اليقظة أو في إسراء أو بالقلب والفؤاد أو بالعين أو في مكة أو المدينة؟ فهل يبقى غير عنوان اللغوية والحشو والخزعبلات لما قاله ابن تيمية في مورد الباحث؟ هذه الخطوة فيها أليف وباء وجيم. أقول أليف، ففي بيان تلبيس الجهمية جزء سادس سأبين لكم مقدار الحشو والخزعبلات والأساطير والفراغ واللغو في كلام ابن تيمية، ومع هذا يكفر الناس، ومع هذا يفسقون الناس، ومع هذا يحكمون بإباحة دماء وأعراض وأموال الناس، ومع هذا يعتبرون أنفسهم هم العلماء وباقي الناس هم حمير العلم. أقول فبأليف في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس، التفت جيدا، في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس في صفحة 355 بدأ ابن تيمية نقاشه مع الرازي في إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى، والتي ذكرها الرازي في القسم الثاني من كتابه في الفصل الأول من هذا القسم، حيث قال تيمية فصل، قال الرازي الفصل الأول من القسم الثاني، الفصل قال الرازي في الفصل الأول أي الفصل الأول من القسم الثاني من أساس التقديس، قال الرازي الفصل الأول في إثبات الصورة، اعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن لكنها واردة في الأخبار، فالخبر الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق آدم على صورته، إلى نقاط والكلام لتيمية أنا وضعت نقاط. قال الخبر الثاني ما رواه ابن خزيمة في كتابه الذي سماه التوحيد بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال الرازي واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية ويقول إن صحت هذه الرواية، مع هذا يقول ابن خزيمة ضعف الرواية وقال إن صحت، لكن مع هذا قال سأتي بالتأويل وأتى بتأويل الرواية وبتأويل ما في الرواية. قال الرازي فلا تأويلان. أقول وانتهى الجزء السادس عند صفحة 615 وناقش فيه الخبر الأول والخبر الثاني. أقول وانتهى الجزء السادس عند صفحة 615، وهذا يعني أن حشو كلامه بدأ من 355 إلى 615، أي مقارب 260 صفحة من حشو ولغو الكلام، طبعا على ما هم يذكرون من صفحات ليكثروا الصفحات، كلما أكثر الصفحات كلما وقف ابن تيمية بين يدي الله على هذا اللغو وحشو الكلام. يوجد صفحات فيها سطر ونصف، فيها حتى لا يزعل التيمية فيها سطران، وهذه صفحة عندهم لتكثر وليكثروا صفحات التيمية حتى يكون حسابه أشد عند الله سبحانه وتعالى، وهناك سيعرف من هو علي عليه السلام وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هم أهل التقديس والتنزيه. وهذا يعني أن حشو كلامه بدأ من 355 من 355 إلى 615، أي ما يقارب 260 صفحة من حشو ولغو الكلام من تعدد طرق روائية وتصحيح وتضعيف وتعارض وترجيح وجمع بين روايات وأقوال وجمع بين أقوال وتأييد واعتراض وقياس واستحسانات، تدور بصورة رئيسة بين أئمة التشبيه والتجسيم، والتي لا مدخلية ولا علاقة لها في مورد البحث والكلام. هذا أليف باء. ثم بدأ بالجزء السابع بقوله فصل، قال الرازي الخبر الثالث ما روى صاحب شرح السنة في كتابه في باب آخر من يخرج من النار عن أبي هريرة في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم. وانتهى كلامه، لاحظ بدأ بالجزء السابع
بأي خبر؟ بالخبر الثالث. قال الرازي الخبر الثالث، وانتهى كلامه في صفحة 149 في الجزء السابع. التبع جيدا، انتهينا في أليف من الجزء السادس، هنا في الجزء السابع، بدأ في الجزء السابع بالخبر الثالث وانتهى كلامه في صفحة 149، وبهذا تضاف 149 صفحة جديدة من حشو ولغو الكلام. يزعم تيمية وباقي الجهال أنه رد على ما قاله الرازي في الخبر الثالث. جيم، عندما وصل إلى صفحة 150 قال تيمية فصل، قال الرازي في تأسيسه الخبر الرابع. إذن هنا راح سيناقش، هنا في صفحة 150 يبدأ بنقاش الخبر الرابع. يقول قال الرازي في تأسيسه الخبر الرابع ما روي عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. وفي صفحة 151 قال الخبر، لاحظ الاشتراك بين الخبر الرابع والخامس، أتى بهما في هذا الخصوصية بأن قارب بينهما، وذكر هذا في صفحة 150 وهذا في صفحة 151 على الصفحات، يعني المعتادة عندنا ذكر هذا وهذا في صفحة واحدة. وفي صفحة 151 قال الخبر الخامس ما روي عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. قال صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين السماء والأرض. إلى أن وصل صفحة 288 فذكر متحصن نقاشه ومتحصن رده، فذكر متحصن نقاشه ورده على القاضي، وأن القاضي اعتمد في مبناه رؤية العين على آية النجم وقول ابن عباس، على آية النجم وعلى قول ابن عباس، كما في نص الخبر الرابع للرازي عليه. وكان تيمية التفت، أقول قول ابن عباس كما في نص الخبر الرابع للرازي عليه على هذا، على رؤية العين وعلى قول ابن عباس. وكان تيمية سابقا في الصفحات السابقة قبل 288 في الجزء السابع، في الصفحات السابقة أقول وكان تيمية سابقا قد بيّن إجمالا أن الخبر الخامس لا يصلح للدلالة لأنه كان في المنام. إذن وكان تيمية سابقا قد بيّن إجمالا أن الخبر الخامس لا يصلح للدلالة لأنه كان في المنام وكان في المدينة وليس في الإسراء. وبعد هذا المقام دخل تيمية في تفصيل النقاش والرد على الخبر الخامس للرازي وإثبات أنه في المنام وأنه في مكة وليس في الإسراء، وقد سجلنا بعض الردود والتعليقات عليه سابقا. وهنا في صفحة 288 طرح ابن تيمية رأيه في رؤية العين وحسب ما ذكره الرازي. لاحظ بعد أن أبطل لنقل رد على الخبر الخامس، أبطل الخبر الخامس فكان الكلام مع الخبر الرابع. يقول وقل وهنا في صفحة 288 طرح ابن تيمية رأيه في رؤية العين وحسب ما ذكره الرازي في الخبر الرابع وما يرجع إليه المنسوب لابن عباس وكذلك لغير ابن عباس كما بين ابن تيمية، مع ملاحظة أن الرازي لم ينسب الخبر إلى ابن عباس بل ذكر النص فقط بغض النظر عن الراوي، لأنه كان عادة في مقام نقاش ابن خزيمة وما جاء في كتابه التوحيد. قال تيمية في صفحات 288 فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتقد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس، فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم وقول ابن عباس، قد جمعنا ألفاظه فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه، أحدها أن يقال هذا المفهوم من مطلق الرؤية، والثاني أن عائشة قالت من زعم أن محمد رأى ربه إلى آخر كلامه، وأنهى كلامه في صفحة 370. لاحظ من 288 أنهى الكلام في 370، وبهذا يكون قد حشى كلاما في 220 صفحة واهما
أنه يناقش الرازي ويرد عليه بخصوص الخبر الرابع. قال: وفي صفحة 371 بدأ نقاشه لكلام الرازي، أو بدأ تيمية نقاشه، نعم بدأ تيمية نقاشه لكلام الرازي بخصوص الخبر الخامس. نحن قلنا سابقا أبطل الخبر الخامس إجمالا، هنا رجع إلى الخبر الخامس، بدأ نقاشه لكلام الرازي بخصوص الخبر الخامس. قال تيمية: وأما قول الرازي في الخبر الذي رواه عن ابن عباس قوله رأيت ربي في أحسن صورة إلى آخره، وقد تقدم أن رواية هذا عن ابن عباس، لاحظ يقول وقد تقدم أن رواية هذا عن ابن عباس غلط، وإنما هي حديث ابن عائش وغيره، وأحاديث ابن عباس المحفوظة عنه لها ألفاظ أخر إلى آخر كلامه. وقد أنهى نقاشه للخبر الخامس في صفحة 390 حيث قال شيخ تيمية: فصل، إذا تبين أن هذا كان في المنام، الخبر الخامس، إذا تبين أن هذا كان في المنام فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات، وإنما أنكرها طائفة من الجهمية، طائفة من الجهمية، وكأنهم جعلوا ذلك باطلا، وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك. أقول هنا أضاف 20 صفحة من حشو ولغو الكلام زاعما أنه في بيان تلبيس الرازي الجهمي، زاعما أنه في بيان تلبيس الرازي الجهمي فيما قاله في الخبر الخامس. ها تبين أن كلامه بدأ من الجزء السادس صفحة 355 وانتهى نهاية الجزء السادس في صفحة 615، ثم بدأ من بداية الجزء السابع وانتهى عند صفحة 390 من الجزء السابع، وهذا يعني أنه قد كتب 650 صفحة لا فائدة منها، عبارة عن حشو ولغو كلام لا علاقة لها بالموضوع أصلا. والمصيبة يعتبرونه شيخ الإسلام وإمام زمانه وكل الأزمان وإمام التوحيد الأسطوري للرب الشاب الأمرد الجعد القطط. والمصيبة الكبرى والمهزلة الدموية أنهم يكفرون الناس ويبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم ويسبون نساءهم وأطفالهم، فلعنة الله على الظالمين، وتعالى الله عما يقوله المشبه المجسم الأسطوريون التكفيريون الإرهابيون. سابعا، خطوة سابعة، قوله الأخير: فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات، وإنما أنكرها طائفة من الجهمية، وكأنهم جعلوا ذلك باطلا، وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك. قوله هذا الأخير يثبت لكل عاقل ما قلناه من عدم فهم تيمية لمراد الرازي والجهمية، وأن تيمية يتحدث في واد غير واد الرازي ومطالبه، فهو تيمية يقر ويعترف أن الجهمية أو طائفة من الجهمية ومنهم الرازي لا نزاع عندهم مع أهل الإثبات بل وأهل الثبوت والوقوع، بل تأسيس بحوثهم ومبانيهم وتأويلاتهم يعتمد على فرض الصحة وفرض الثبوت والإثبات بغض النظر عن صحته وثبوته واقعا أو عدم ذلك، على فرض الصحة هم يناقشون وهم يؤولون بغض النظر عن صحته وثبوته واقعا أو عدم ذلك، وعلى الأقل فهو يكون حجة على من يعتقد صحة الخبر، على من يعتقد صحة الخبر ووقوعه، وأن الرؤيا في اليقظة، أو نقول وعلى الأقل فهو يكون حجة على من يعتقد صحة الخبر ووقوع الرؤيا في اليقظة، بل ووقوعها في المنام أيضا بالنسبة للجهمية الذين يقدسون الله تعالى وينزهونه من التشبيه والتجسيم حتى في المنام. قال تيمية: فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات، إذن لا يوجد نزاع. يقول وإنما، يقول حتى الجهمية ليس عندهم نزاع في هذا، يقول وإنما أنكرها ليس الجهمية وإنما طائفة من الجهمية، وكأنهم جعلوا ذلك باطلا. إذن هذا عبارة عن بطلان عقلي، هذا يرجع إلى التنزيه والتقديس، وإلا يقول وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع ذلك. إذن يقول هو واقع وفي المنام ويسلمون بهذا ولا يمكن إنكار هذا،
لكن يوجد البعض منهم أنكر هذه، يقول هذا يخالف التقديس والتنزيه. إذن على هذا الأساس يكون كل جل الجهمية يسلمون بما ورد في الروايات، إما بالتسليم المطلق من جانبهم أو بالتسليم بها على أساس أنها حجة على من يعتقد بها، على فرض التنزل مع من يعتقد بصحتها، فهم على هذا الأساس يناقشون. فإذا ما علاقة الجهمية بتصحيح رواية وتضعيف رواية ومعارضة رواية وطريق الرواية وراوي الرواية، ما علاقة هذا بما يريده الرازي الجهمي؟ هو على فرض الصحة، على فرض ورود هذا اللفظ، فهو يؤول هذا اللفظ وانتهى الأمر. أقول مع ملاحظة أن الجهمية منهم من ينكر رؤية العين في اليقظة فقط، ومنهم من ينكر رؤية العين في اليقظة ورؤية المنام أيضا، ومنهم من ينكر رؤية العين في اليقظة ورؤية المنام ورؤية القلب والفؤاد، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. والجهمية أهل العقل والمعقول السائرون على نهج الرسول عليه وعلى آله الصلاة والتسليم في التوحيد والتنزيه والتقديس، فإنهم ينزهون الله ويقدسونه من كل ذلك. لكن وكما أشار التيمية فإن بعضهم يخفون، أشار شيخ التيمية في كتابه قال يكذب هؤلاء، يقول هؤلاء يستخدمون التقية، هؤلاء يكذبون. لكن وكما أشار التيمية فإن بعضهم يخفون ذلك خوفا وتقية من سلطان أو ردود فعل الناس، وكما يخاف ويتقي التيمية الآن من الناس فلا يصرحون بمعتقدهم الواقع في التوحيد الجسم الأسطوري الذي يعتقده أئمتهم ابن تيمية وباقي أئمة التشبيه والتجسيم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام إنه رب خالق غير مربوب مخلوق، وكل ما تصور فهو بخلافه. إنه رب خالق غير مربوب وغير مخلوق، غير مربوب مخلوق، كل ما تصور فهو بخلافه. كل ما تصور في اليقظة، في المنام، في الإسراء، في المعراج، في القلب، في الفؤاد، كل ما تصور فهو بخلافه. وقال عليه السلام لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه. وقال صلوات الله وسلامه عليه ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه، أو ولا قصده من أشار إليه وتوهمه. وقال عليه السلام مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. وقال عليه الصلاة والسلام لم يحلم في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينأى عنها فيقال هو منها بائن. وقال عليه السلام ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات. وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام وعلى أخيه الرسول الصلاة والسلام قال الخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة، بانة أو باني من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء من بالخضوع له والرجوع إليه، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
اللهم صل على محمد وآل محمد.